للحديث أكثر حول الأوضاع الاقتصادية في العراق ونتائج المنتظرة من تعاطي الحكومة في بغداد مع الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الإمارات الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور سعد محمد عثمان. سيد سعد، بداية أهلا بك. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها تقول إن العراق يعاني اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وصحيا. السؤال، ماذا قدمت الحكومة في العراق من خطط لمواجهة هذه الأزمات؟ مساء الخير عليك وعلى جمهور المستمعين والمشاهدين. الحقيقة ليس بالغريب إذا أنا قلت أن العراق لا يمتلك أي خطة لإدارة الأزمة أصلا من الاحتلال الأمريكي للعراق 2003. كان يمتلك خطة لتدمير الاقتصاد العراقي والمجتمع، وهذه النتائج الآن سوف يجنيها بسبب هذه الأزمة التي يشهدها العالم، أزمة مزدوجة، هي الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية. والتي لن تحل إلا بيد اختصاصيين، وعلى أساس هذا البلد فقد الناس اللي كانت لديها خبرات تجارب ثم تأهيل علمي. ومع هذا أحيي الناس اللي تواجه أزمة كورونا من الأطباء والممرضين بالإمكانيات الضعيفة، واللي إن شاء الله نتأمل أن لا تكبر في العراق، ومنا إن شاء الله الله يستر هذه الغمة. نعم سيد سعد، هيئة الطاقة الدولية تقول إن العراق أكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمات التي يعانيها. ما البدائل باعتقادك؟ ما هي البدائل المتاحة أمام الحكومة التي رتبت موازنتها على سعر البرميل أعلى بكثير مما كان يتوقع؟ هل هو قصور في الرؤية أم تخدير للشعب؟ شوف، هي الشعوب تنهض بالأسس العلمية في التخطيط، والشعوب التي تفتقد إلى التخطيط وإنما إلى الفوضوية في رسم السياسات المالية والاقتصادية والنقدية طبعا مرشحة أن تنهار تاريخيا. ومؤخرا جامعة هارفارد وضعت دراسة من أيام اعتمدت على موضوع التنبؤ، وهذا التنبؤ تتنبأ بسبب أزمة النفط وأزمة الكورونا ممكن أن تحصل حالة يسموها الريسيشن أو الستاجفليشن، الكساد وارتفاع الأسعار. هذا أخطر ما موجود بالاقتصاد. إذا الاقتصاد ما مهيئ من حيث هيكل الإنتاج لمواجهة، يتعرض إلى هزة نسميها صدمة وليس هزة. العراق بنى ميزانيته على أساس أن سعر النفط هو 56، وكانت الميزانية المقررة هي أعتقد 165 تريليون عراقي، ما يوازي 150 مليار، مع عجز مقداره 40 مليار. طيب الآن المعدل المتوقع للنفط على الأقل لسنة بين 6 أشهر إلى سنة هو 20 دولار، فمعناها أن ميزانية العراق ستنخفض إلى الثلث، حدود 24 مليار، 20 إلى 24 مليار. ميزانيات العراق هي ميزانيات أجور ورواتب. نسبة الميزانية الاستثمارية بين 7 إلى 10%. فخلي نشيل الاستثمارية، يبقى أنه كيف راح يواجهون قصة دفع تكاليف الحياة اللي هي بشكل عام الإنفاق العام، سواء رواتب أو غيرها من الخدمة. المعلومات التي تفضلت بها سيد سعد ربما تقودنا إلى سؤال آخر، وكما تعلم 17 عاما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق والحكومات المتعاقبة تتعهد بنقل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي. بحسب تقديراتك الشخصية وبناء على ما يتوفر لديك من معلومات واستنتاجات، ما الموانع التي حالت دون هذا الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي؟ هي كانت أجندة تخريبية لصالح فئة حاكمة، لجأت إلى سرقة عن طريق الفساد الإداري لمبلغ يقدر أحيانا بين 800 إلى تريليون دولار، وهو كافي لبناء عدة دول وليس دول. كان المقصود أنه هيكل الإنتاج يتوقف، الزراعة والصناعة والخدمات، ويجري الاعتماد كليا أما جهلا وأما مقصودا بالاعتماد على عوائد النفط، رغم انه من البديهيات لاي سياسي لازم يعرف ان النفط هو مصدر نابض ومصدر موجود في السوق يتاثر بعوامل كثيره سياسيه واصلا العراق خلال هذه 17 سنه وفي الدول النفطيه شهدت هذه الازمه، ولكن اكو دول
لجأت إلى بناء بديل بتوظيف عوائد النفط في هيكل إنتاج موازي يعني غير نفطي، فبنت قاعدة مادية في الصناعة، في الزراعة، تجارة، بنك إلى آخره، بحيث أنه أزمة النفط ما راح تأثر عليها دي. ولكن في العراق لم يجري هذا نهائيا. حاولوا يتبعون سياسة الرواتب، زيادة الرواتب ومنح الرواتب لسبب واحد هو جدا معروف، هو كسب الولاء طريق هذه الرواتب والمكافآت وغيرها. لذلك توقفت كل أوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد اللي كان يمتلك بنية تحتية. في عام 85 كان مرشح لأن يكون من البلدان اللي يعني كانت خمس بلدان تتنافس، هي تركيا وسوريا وماليزيا وإندونيسيا والعراق، كان العراق يتصدر القائمة بالدول تكسر ما نسميه حلقة التخلف حتى تطفر إلى مطاف الدول النصف الصناعية بحكم ما كان يمتلك من إمكانيات وخبرات كفاءات علمية. نعم سيد سعد، بناء على ما تقدم من حضرتك وتوضيح، ما أثر كل ذلك على المجتمع العراقي الذي بدأت شريحة كبيرة منه تعاني في ظل عدم صرف الرواتب؟ يعني احنا نتمنى ان لا يحدث هذا، لانه الشعب العراقي يعني في الغالب يعتمد على قصة الرواتب اذا كان موظف وعلى الاجور وما يحصله من قوت يومي، وخط الفقر حسب احصائيات وزارة التخطيط يتجاوز 25 أو 20%، فدول خط الفقر، وكل خط الثاني لخط الفقر اللي هو اللي يعيش على القوت اليومي. فمع قصة الكورونا اللي قد تمتد لفترة يمكن ما نعرف شقد، هذه مصالحهم ستتوقف، إضافة إلى عدم القدرة على دفع الرواتب أو اللجوء إلى سياسة الطبع النقدي يعني إلى بدون قطع، وهذا محكوك بمخاطر لأن البنك الدولي ما ينطي قروض لأي بلد يلجأ إلى استخدام أو الخروج عن حلقة الطبع، يعني هذه السياسة النقدية المرتهنة في البنك المركزي، ثم أن البنك المركزي يخضع إلى نوع من الرقابة من البنك الفدرالي الأمريكي. فالله المستعان، يعني إن شاء الله ما تحدث هذه الحادثة، لأن هذه كارثة في قوت الشعب، لأن يعني راح يرافقها في نفس الوقت سبب مرض الكورونا وغيرها أزمة في توفر المواد، لأنه ما ماخذين احتياط في قصة الخزين، ولا يوجد إنتاج وطني مثلا ولو حتى إنتاج بسيط للصناعات الغذائية وغيرها، غير ما موجودة أو شحة أو قليلة أو تشكل نسبة بسيطة. كذلك المواد الأولية مثل تقول يعني حتى تساعد على قيام صناعة. وهذا كان الآن مش وقت الحديث. نعم نكتفي بهذا القدر، كل الشكر الجزيل لك الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور سعد محمد عثمان، كنت معنا عبر الهاتف من الإمارات.